مساء الخير عزيزي المشاهد، وأهلا ومرحبا بالجميع معنا من خلال هذه الفقرات المختلفة اللي اخترناها لك من أرشيف تلفزيون دولة الكويت الذهبي. نتمنى إن شاء الله أن تقضي معنا وقت طيب وسعيد، ومثل ما إحنا خلال هذه الأيام نقضي الوقت الجميل من خلال احتفالات دولة الكويت في هذا الشهر في هلا فبراير، وأيضا إحنا مجبلين على احتفالات دولة الكويت بالذكرى الأربعين لاستقلال دولة الكويت، وأيضا الذكرى العاشرة لتحرير دولة الكويت. نتمنى دائما أن تكون الأعياد في هذه الدولة الحبيبة، ونتمنى دائما أن تكون أيامكم أيام سعادة وخير. إذن نحن معكم وهذه الفقرات في الأبيض والأسود، ونبدأ أول فقرة لنا. والخوي يذكر خوي
فكرة عزيزي المشاهد، وإحنا نصور هذه الفقرات نصورها في بيت لوذان، وبالتحديد في هذا المكان يقام هني وفي هذه الحجرة المعرض الهندي. يعني الكاميرا راح تتجول بعد شوي وراح توريكم الشغلات الحلوة، كلها شغلات قديمة ومحفورة على الخشب، جايبينها معاهم من الهند، وأسعارهم طبعا رمزية، ولكن فعلا مثل ما احنا نقدم الأبيض والأسود، مثل ما احنا قاعد نقدم الشغلات القديمة، أيضا المتواجد هني شغلات قديمة من الهند جايبينها. نرجع إلى فقرة من فقراتنا في الأبيض والأسود، البرامج الأطفال برامج عديدة، ويعني لما نبحث في الأرشيف راح نلقى أن الفنانة القديرة سعاد عبد الله انطلال قدمت أيضا لبرامج الأطفال وقدمت سهرات للأطفال. لا ننسى أن سعاد عبد الله أيضا كانت تقدم سهرات منوعة، يمكن كلنا نتذكر سهرتها اللي قدمتها مع الفنانة الشحرورة صباح، ولكن إحنا مدام تكلمنا عن الأطفال راح نشوف هذه الغناية الجميلة اللي سجلتها سعاد عبد الله للأطفال. مسيكم بالخير، مسيكم بالخير يا عشاق السهر. مسيكم بالخير، مسيكم بالخير يا عشاق السهر. مسيكم بالخير، مسيكم بالخير يا عشاق السهر. مسيكم بالخير. أهلا فيكم، أهلا، إحنا نحييكم، أهلا، ونرحب فيكم، أهلا، يا هلا فيكم، أهلا، إحنا نحييكم، أهلا، ونرحب فيكم، أهلا، وإن شاء الله كل ليلة سهراتنا ترضيكم. مسيكم بالخير، مسيكم بالخير يا عشاق السهر. مسيكم بالخير، مسيكم بالخير يا يا عشاق السهر. مسيكم بالخير، مسيكم بالخير يا عشاق السهر. غني واضحك، اضحك وغني لعمري بضحكة يجدد عمرك. غني واضحك، اضحك وغني لعمري بضحكة يجدد عمرك. غني واضحك، اضحك وغني لعمري بضحكة يجدد عمرك. لازم تبني، تبني حق أيامك، تلقح تلقى المستقبل قدامك. تعمل خير تلقى الخير، تعمل خير تلقى الخير، تعمل خير تلقى الخير، تعمل خير تلقى الخير. مسيكم بالخير، مسيكم بالخير يا عشاق السهر. 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 غنوا معنا يا ليلة دانا، غنوا معنا يا ليلة دانا، غنوا معنا يا ليلة دانا، غنوا معنا يا ليلة دانا. ودانا سهرة عندي أمانة، ودانا سهرة عندي أمانة، ودانا سهرة عندي أمانة، ودانا سهرة عندي أمانة. واللي يبيها يسهر معانا، واللي يبيها يسهر معانا، اللي يبيها يسهر معانا، واللي يبيها. عزيزي المشاهد، الفنان الراحل الأستاذ عبد الرحمن ضويحي كان ممثل ومخرج وأيضا شاعر، ومن عام 1962 إلى عام 1982 وهو ينظم ويكتب الزهيري، وبعد 82 بدأ يشتهر من خلال زهيرياته اللي كان يلقيها. تلفزيون دولة الكويت وفي أوائل السبعينات طلب من الراحل عبد الرحمن ضويحي أنه يلقي بصوته بعض الزهيريات، ولكن هذه الزهيريات كانت منسوبة إلى الشاعر الراحل فهد العسكر. Thank you.
يا صاح عد الرفاقة بالحكي عدهم واعرف ربع الرخاء مالك قدر عدهم ربع الفراقات عند النايبة عدهم الطيب محفوظ حق رفاقته واهله اترك هالشيف حالك مرحبا واهله اترك هواهم وقلبك بالصبر واهله لو كنت ضميان لا قادر على عدهم يا ناعس الطرف يا ناعس الطرف خل مواصلك منه واعرف درب الرخاء وصلا بلا منه لا تقول منه وانا اقول الدرب منه اخشى عذولي يفرق شملنا واهلك تشمت من الناس خلق الله وهلي واهلك ما دام مهلتني لازم انا واهلك ليه ما يدور الفلك تقضي الوطر منه أهيم بهموم دهري ساعة وانتبه هيهات هيهات تسلم من هموم الدهر وانتبه لو كان شمسان تشبه ونتي وانتبه تحطم الظل ركن من ركن وانفك الهم قصب على عينك يجي وانفك مثل الفياتر بهالدنيا نشد وانفك كل من الضيم مفراسه فرط وانتبه
ولا نزال معك عزيزي المشاهد وفقراتنا المتعددة في هذا البرنامج الأبيض والأسود. هو فارس من فرسان الأغنية الكويتية، وهذا الفارس استطاع أن يقدم جميع الألوان الغنائية، قدم الصوت وقدم الطنبورة وقدم الليوة وقدم السامري وقدم الفن وقدم الأغنية الكويتية بمصاحبة أيضا الفرقة الموسيقية. استطاع أنه ينشر الأغنية الكويتية خارج حدود دولة الكويت، واستطاع أن يقدم الأغنية الكويتية أيضا حتى باللون المصري. قدم هذه الأغنية، أول أغنية له ويمكن بعدها انشهر، اللي هي قدمها لإذاعة الكويت، وكانت هذه الأغنية اللي هي يا من هواها أعزها وأذلني. وإن كان من قبل في إذاعة شيرين قدم صوت اللي هو يقول يشوقني برق من الحي لامع. وطبعا هذا الكلام كله عن الفنان الراحل عوض دوخي اللي رحل عنا في يوم 17/12/1979. وينك حبيب الروح وش فيك؟ Thank you.
امل فيك ترجع حياتي الحوده ترجع حياتي الحوده يمكن عزيزي المشاهد اللي تتبع برامج الأطفال يعرف أن ماما أنيسة هي الأم المحببة لجميع الأطفال في تقديم برامجها للأطفال سواء يوم الجمعة أو الأيام، ويابخة المدرسة اللي تزورهم ماما أنيسة عشان تسجل لهم فقراتهم حق عيالهم، تشوف الفرحة والأناسة سواء على الإدارة أو على المدرسات أو حتى على الأطفال وهم يستقبلون ماما أنيسة. ماما أنيسة يعطيك الصحة والعافية وعساك إن شاء الله على القوة تقدمين الأكثر والأكثر من هذه البرامج حق أطفال الكويت ككل. برامج الأطفال قبل كانت لها متابعين ليس فقط بالنسبة للأطفال إنما أيضا حتى كبار السن، لأنها كانت فترة بعد الظهر. تحس أن هذه البرامج وهذه الفقرات اللي تقدم في هذه البرامج كلها براءة وشغلات حلوة يستفيد منها الطفل. من خلال بحث المعد محمد دريع في الأرشيف وجد هذه اللقطة لبرنامج من برامج الأطفال وكان يطلق عليه اسم نادي الأطفال. عزيز المشاهد انك تشوف الوالد الفنان وايضا يقدم ابنه مثلا الى الساحه الفنيه، يعني كمثال صلاح حمد خليفه والوالد حمد خليفه ومنقد السريع وايضا خالد امين والوالد امين الحاج وايضا حسين المفيدي والوالد اللي عسى الله يعطيه طوله العمر علي المفيدي. حسين المفيدي الان طبعا مخرج ومخرج العديد من المسلسلات وايضا التمثيليات. وحسين المفيدي يمكن نرجع مرة ثانية لقبل 30 سنة في أوائل السبعينات لما كان يشارك في المسلسلات اللي كانت تقدم خصوصا في شهر رمضان، نتذكر منها مثلا الشاطر حسن وهو يؤدي هذه الأدوار. حسين المفيدي أمس عليك بالخير وإن شاء الله نتمنى لك دائما المزيد المزيد من التألق. كتب
صح. كتب ولا كتب؟ كتب. كتب. شوف اكو شيء في ليت وفي ماكينه ويسوقون الناس واسمها سياره وكل ابو عنده وحده بس صوت. صوت؟ صوت. تكا بيايا. شوف شنو الشيء اللي ياكلونه بالعروس ويقاقي ويبيض والحين الناس قاموا ما يشتهونه؟ تكا بالعروس ما تقدر ما تقدر هاي تكا ويبيض. يلا سيارة. مسكين رفيجنا صار أصمخ وبالفصلونة من الشغل. لا أي فقير وتالي شو سوي؟ شو بيسوي؟ بنقلونا قسم الشكاوي. بدالك يوم تقطع وصارك غيبتك من بدالك تشرح أسبابها إيش حدا ما بدالك يوم تقطع وصارك غيبتك من بدالك تشرح أسبابها ليه متى وانت غايب قول شنهي السبايب ما خبرنا الحبايب تنكر أحبابها ليه متى وانت غايب قول شنهي السبايب صبرنا الحبايب تنكر أحبابها
بعدك واني عندك عذاب ولا قلبك مثاني اللي بي صار ياللي بعدك واني عندك عذاب ولا قلبك نساني يشرح أسبابها ما خبرنا الحبايب تنكر أحبابها عزيزي المشاهد هي اللي وهبت نفسها لنشر مقومات الأغنية الخليجية الكويتية وهي اللي استطاعت أنها تؤدي العديد من الفنون وتحيي العديد من الأفراح في دولة الكويت بدايتها كانت مع السامري ونهايتها أيضا كانت مع السامري وأيضا لا ننسى أنها أدت أداء جيد وأداء ممتاز بالنسبة لفن القادري استطاعت أنها تغني العديد من الأغاني ولم تكن فقط لملحن واحد إنما كذا ملحن وأول من اكتشفها من الملحنين الأستاذ خالد الزايد الكلام هذا كله عن ملكة السامري عائشة المرتضى Oh,
وايد ناس طبعا يمكن ناس يحبون الفن السامري وفي ناس يحبون الخماري وفي ناس يحبون الغناية المطورة وفي ناس من يطرب لسماع الصوت وهناك يعني معجبين لمختلف من أدوا أداء من أدوا الصوت إن كان حمد خليفة إن كان محمد زويد إن كان محمد بن فارس وإن كان أيضا الراحل سالم الفهاد. سالم الفهاد طبعا اشتهر بأداء لفن الصوت وبالأداء الجميل وأداء الرزين لفن الصوت وإن كانت فاتت علينا فرصة في حياته أن احنا كنا بنقدم له سهرة ولكن طبعا لظروفه الصحية في السنوات الأخيرة وفي أيام الأخيرة فاعتذر عن أنه يقوم بتسجيل هذا أو هذه السهرة. على العموم لمحبي مثل ما قلنا فن الصوت راح نكون معاكم وهذا الصوت وهذه الفقرة الأخيرة في لقائنا معاكم في الأبيض والأسود. فرغتني فنهارك كله حرق وغبت عني فليلي كله سهر
كان في الدهر يوما لا أرات به هل أبدت فيه لا شمس ولا قمر عزيزي المشاهد. طبعا حلقتنا قضت لهذا الاسبوع في هذا البرنامج الابيض والاسود، ولكن في شغله انا على اساس اني بذكر اهل الكويت، هذيلا الشغلات اللي هي تنحط فيها ورقه البيت يحفظها فيها، هذه طبعا فضه وهذه النحاس، اللي كانوا يسافرون الهند قبل والبحاري ترى ما يتذكرون مثل هذه الشغلات، ولو انها الحين اصبحت مثل التذكار الواحد يشتريه على اساس يحطه كمنظر داخل البيت. على العموم احنا طبعا قبل ان نختم هذا اللقاء نشكر المعرض الهندي اللي وفروا لنا المكان والمساحه علشان نقوم بتصوير هذه الحلقه، وفعلا في عندهم شغلات وايد حلوه، يعني شغلات ما اتوقع انها هي موجوده عندهم، فزياره لهم ممكن تفيدك عزيزي المشاهد وممكن تقتني من هذه الأشياء اللي موجودة عندهم. لقيناك على خير ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي بك على خير في الأسبوع المقبل، وفقرات عديدة إن شاء الله نكون اخترناها لك من أرشيف تلفزيون دولة الكويت، وإلى أن يحين ذلك الوقت نتمنى لك أسعد وأمتع الأوقات وأمنية، وهذه الأمنية أيضا من اللجنة المنظمة لمهرجان هلا فبراير، أنك تحاول بقدر الإمكان عزيزي المشاهد أنك تشارك في هذه الفعاليات المختلفة في كل أنحاء دولة الكويت، لأن فعلا هذا المهرجان وجد لأجلك ووجد لإسعادك، واللي موجود خارج الكويت ترى الفرصة لا زالت متاحة، تعالوا شاركنا أفراحنا في خلال هذا الشهر، إن كان في الذكرى 40 لاستقلال دولة الكويت وإن كانت الذكرى 10 لتحرير دولة الكويت. أتمنى تكون أيامكم كلها سعادة، أتمنى إن شاء الله ألتقي معكم في الأسبوع المقبل، وإلى أن نلتقي أحييكم، مع السلامة. Thank you.
Thank you.